ولذلك ادفعوا عن أنفسكم البلاء، إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصرع السوء. أحبابي كم طلع ابنك وابني ومسرع، ولا مسرع يقول يا أبوي والله مسكت الفرامل بغيت أدخل تحت التريلا. ما هو بحولك يا ولدي، ولا هو بلأنك شاطر في السواقة الله يجزاك خير، لعل أما دعت ولعل صدقة دفعت الله دفعت عنك. ولذلك يعجبني بعض الشباب يقول أنا أحفظ نفسي في الطريق بعد حفظ الله بالدعاء ثم بالصدقة. أتصدق هي أعظم ما يحفظ الإنسان. أنت إذا ودعت الصدقة عند الله استودع الله كل شيء تحبه. الله أكبر، الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميدة السوء. فأي فضل أعظم من أن الإنسان يتقي مصارع السوء، ما يأتيه من ذنوب يكفر، يقبل على الله والله راض عنه، في ظلمة القبور تأتي الصدقة تذهب عنه حر القبر. الهم في عينيه يجرح قلبه وعطى يديك له.